كده للأطفال في حد ذاتها إزاي بتشوفيها شيء سهل أو صعب؟ شيء قيم وليه حسابات كبيرة جداً جداً لأن أنت بتخاطبي فيها مش سهل التعامل معها. صعب الكتابة للطفل صعب، يعني أنا بكتب للكبار وبكتب للصغيرين. نعم. عايز أقول لك إن في وقت لده وقت لده أو مجالات، يعني مش سهل أبداً تروح لمنطقتهم لمنطقة الأطفال. طول الوقت لازم يبقى عندك موضوع بيزن عليك قوي وحابب ان انت تكتبه وتوصله، يكون في قضية عامة او شكل، وتفضل تحتار في الوسيلة اللي هتوصلهم بيها ازاي. لو استخدمت المباشرة اضمن ان هو مش هيقرأ لك، فلازم تستخدم طريقة غير مباشرة وحكاية جميلة بعيدة جدا عنه، ما يحسش ان انت يعني تديله اوردر بالظبط. ولا تديله نصيحة ولا بتكلمه بشكل مباشر، تلف الموضوع من بعيد جدا بحيث ان انت توصل له بشكل غير مباشر خالص، وتوصل للقضية اللي انت عايز توصلها، ويسلم معاك ان انت صح ويقبل نصيحتك ويقبلك انت كبني ادم وككاتب، ويحس ان انت لغتك بالنسبة له مفهومة ومقبولة. فعندك يعني حاجات كتير قوي مش عارف يعني تتناولها قبل ما تكتب له، مش تكتب له بسهولة ومش توصل له هو بسهولة. دايما بنقول قبل اي حاجة هو مين الجمهور المستهدف. يعني حضرتك لما بتكتبي لأي فئة والموضوع بيخاطب أي فئة، دي بتفرق كتير. طبعا يعني أنا كتبت كتير لما قبل المدرسة. دول إلى حد ما هتكتب اللغة بتاعتك مثلا سطر أو حاجة في كل قصة، تتعامل مع رسام بشكل قريب قوي بحيث تقول له اللي أنت هتوصله بالرسم أنا مش هكتبه. تشيل من نفسك، يعني فكرة التكامل بالظبط. تشيل من نفسك على قد ما تقدر يعني من كتاباتك، بحيث ان الولد لما يشوف القصة او البنت ما يحسش انها نص طويل عليه يتخض، لا انت حاول تقلل النص على قد ما تقدر، فبالتالي هتتعاون مع رسام. انت مثلا عايز تقول فستان ده احمر، لا هي رسمت فستان احمر خلاص انا هشيله، هشيل جملة وهشيل كلمة وهشيل كل حاجة، بحيث ان انا اوصل له الدنيا بشكل مبهر. الرسم غالب عليك، الـ 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 القيمة واضحة، هو بيدخل جوه الرسم في المرحلة دي.